ساعة إخبارية من العربية كالعادة، نبدأ بأبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي يحشد قوات ضخمة على الحدود مع قطاع غزة، ودعوات بريطانية للتراجع عن حافة الهاوية. على وقع تواصل المفاوضات في فيينا، جمهوريون يحذرون الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران. تدمير طائرات مسيرة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، ودعوة أممية لوقف فوري للأعمال العدائية في اليمن. الدول العربية في أول أيام عيد الفطر وسط إجراءات مشددة للحد من انتشار كورونا. أهلا بكم. يتواصل التصعيد في قطاع غزة التي شهدت غارات إسرائيلية متواصلة ليلا. وفي آخر المعلومات أن الجيش الإسرائيلي يحشد قوات ضخمة على الحدود مع القطاع، وقد أفاد مراسل العربية بأن إسرائيل أغلقت مطار تل أبيب وحولت كل الرحلات الجوية إلى مطار رامون في صحراء النقب بسبب الهجمات الصاروخية من غزة. هذا وسقطت رشقات صاروخية أطلقتها الفصائل تجاه تل أبيب ومحيط القدس. ونقل الإعلام الإسرائيلي مشاهد حرائق اشتعلت في شارعين شرق تل أبيب، وأفاد التقارير بسقوط صواريخ على مرج بن عامر شمال إسرائيل. وسائل إعلام فلسطينية تحدثت عن قصف إسرائيلي عنيف لمواقع حماس عند مدخل مخيم البريج في غزة، وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى وقوع العديد من الجرحى والقتلى في صفوف المدنيين. وانتشلت أطقم الإنقاذ مسنين فلسطينيين من تحت أنقاض منزلهما في بيت لهيا شمال قطاع غزة جراء غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم، فيما قتل 5 فلسطينيين بينهم امرأة وطفل في قصف منزلهم بحي الزيتون شرق مدينة غزة. وارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 69 شخصا بينهم 17 طفلا و7 نساء وقرابة 400 مصاب بينهم حالات خطيرة. وشهدت غالبية مدن القطاع غارات جوية عنيفة شملت أبراجا سكنية ومقار أمنية ومدنية، كما شاركت الزوارق الحربية والمدفعية في عمليات القصف. الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت أكثر من 650 هدفا في أنحاء قطاع غزة منذ بداية التصعيد العسكري الاثنين الماضي. وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قتل ما بين 50 إلى 70 ناشطا فلسطينيا من بينهم 10 مسؤولين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ووسط هذا التصعيد قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي أن التصعيد الحالي غير مسبوق والهجمات الصاروخية على إسرائيل لم يسبق لها مثيل. ودعا كليفرلي الفلسطينيين وإسرائيل للتراجع عن حافة الهاوية. متابعة لكل هذه التطورات ينضم إلي من حدود قطاع غزة مراسل العربية زياد حلبي. زياد أهلا بك معنا، كيف تبدو الأجواء اليوم وكيف كانت ليلة أمس؟ بدون شك ميسون بأن التصعيد ما يزال في أوجه. قبل 10 دقائق من الآن جيش الاحتلال أعلن عن استهداف مجموعة مطلقي صواريخ مضادة للدروع في شمال قطاع غزة. قبل ذلك كانت غارات مكثفة على مكاتب الاستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس دائما بحسب ما يقول جيش الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك أيضا الملاحظ ميسون منذ أمس عمليا بأن هناك محاولة إسرائيلية لاستهداف البنية الاقتصادية المدنية التابعة لحماس التي تمكنها عمليا من إدارة الحكم في قطاع غزة. الاستهداف بات واضحا للمؤسسات الاقتصادية على سبيل المثال البنك الإسلامي المركزي، كل الفروع تقريبا في مدينة غزة قصفت بالطيران الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك الصواريخ تواصل الانطلاق بين الحين والآخر تجاه مستوطنات غلاف غزة. بدون أدنى شك بأن الليلة الماضية كانت ليلة تصعيد. زياد، بالنسبة لمطار تل أبيب أيضا سيبقى مقفلا الآن بما أنه تم تحويل كل الطائرات المتوجهة إليه إلى مطارات أخرى.
هذا صحيح، ولهذا نقول بأن هذا التصعيد كان نوعيا، مرتين أطلقت الصواريخ عمليا اتجاه وسط إسرائيل، اتجاه مطار تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، ما أدى إلى قرار إغلاق المطار وتحويل الرحلات عمليا إلى مطار رامون في صحراء النقب جنوبا. ولهذا الليلة الماضية كانت ليلة فيها تصعيد كبير، أيضا غارات إسرائيلية مكثفة كما قلنا تحاول من خلالها إسرائيل الضغط من خلال أيضا استهداف المنشآت والمؤسسات المدنية التي تمكن حماس من إدارة شؤون قطاع غزة. جيش الاحتلال أيضا كما قلنا كان استقدم 5000 جندي احتياط للمشاركة في الأعمال القتالية في قطاع غزة. التقديرات الإسرائيلية بأن الأمور قد تستمر أسبوعا، ولكن بحسب ما سمعنا من مصادر أخرى إسرائيلية تقول بأن ثمة تدخلا ثقيلا أمريكيا ما قد يقصر هذه المدة الزمنية من حيث العمليات القتالية. أشكرك من حدود قطاع غزة مراسل العربية زياد حلبي على كل هذه المعلومات والتفاصيل. وفي القدس تواصلت المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات المتضامنين السلميين مع عائلات فلسطينية مهددة بإخلاء منازلها لصالح المستوطنين الإسرائيليين. حي الشيخ جراح أحد فصول وأسباب المواجهات الجديدة التي اتسعت دائرتها لتمتد إلى غزة مرورا بالضفة ومدن الخط الأخضر. فما قصة هذا الحي الذي فجر تصعيدا جديدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ أنت لا تشعر بالخوف بل تراه واضحا حتى في عز العتمة والظلمة. وفي الليلة الظلماء سماء مشتعلة ومعركة بين صواريخ غزة المصوبة نحو إسرائيل والقبة الحديدية التي تتصدى لها. مولع بمخيم شافوت، مولع. فلسطين بين السماء والأرض، بقعة مشتعلة وغضب عارم وهبة جرت هبات في الداخل والخارج. عنوانها العريض حي الشيخ جراح المقدسي، وتفاصيلها تكتبها غزة والضفة ومدن الخط الأخضر. فلنعد إلى أصل القصة. حي الشيخ جراح أقرب رقعة سكنية من البلدة القديمة في القدس الشرقية. عام 48 من القرن الماضي هجرت مئات العائلات الفلسطينية من بيوتها ومدنها في أعقاب النكبة، منهم من نزح إلى هذا الحي للسكن وبدء حياة جديدة هناك. في ذلك الوقت كانت القدس تحت حكم الأردن، والحكومة الأردنية وقتها تعهدت بتوفير مساحة من الأراضي ومنحها هبة إلى العائلات الفلسطينية البلغ عددها 28 عائلة، على أن يكون دور وكالة الغوث بناء منزل لكل عائلة مقابل مبلغ مالي رمزي يتم دفعه بشكل دوري حتى يتم تمليك المنازل كافة في غضون سنوات. إلا أن حرب 67 وما نجم عنها من احتلال إسرائيل للقدس غير كل شيء، ولم تحصل هذه العائلات إلى سند قانوني يضمن ملكيتهم العقارية. ومنذ ذلك الوقت يسعى المستوطنون إلى المطالبة بهذه البيوت بحكم قانون الملكية الذي أقرته الحكومة في خمسينيات القرن الماضي. بحسب الرواية الإسرائيلية فإن ملكية هذه المنطقة تعود إلى عام 1876 حين اشترت مجموعتان يهوديتان أراض في الحي لأنها من وجهة نظرهم منطقة مقدسة تضم قبرا لأحد كهنتهم.
بنوا بيوتهم وعاشوا هناك إلى أن بدأت حرب 48، فانتقل عدد من اليهود إلى القدس الغربية في الوقت الذي انتقلت فيه عائلات نازحة إلى هذا الحي، ولا يزال خطر التهجير مستمراً. سماح سيد، العربية. قال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف الذي يرأس وفد بلاده بالمفاوضات النووية مع إيران أن مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني تحرز تقدماً والهدف إنهاء التفاوض بأسرع وقت ممكن. أوليانوف اعتبر أن بلوغ الهدف 21 من مايو بات صعباً لكنه ليس مستحيلاً، وأن شكوك البعض بإمكانية إعادة العمل بالاتفاق النووي بحلول نهاية الشهر الجاري هو استنتاج متسرع. وكانت مصادر أوروبية قالت للعربية أن هناك حاجة لقرار سياسي للمضي قدماً في هذه المفاوضات. متابعة أيضا لهذه الحوارات والمحادثات تنضم إلي من فيينا راغدة بهنام مفدة العربية. راغدة، أهلا بك معنا، ما الجديد في هذا اليوم الجديد من هذه المحادثات؟ أهلا بك ميسون. يعني نحن في اليوم السابع من هذه المحادثات التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، يعني حتى الآن هي يعني أثبتت بأنها الجولة الأطول من الجولات الثلاث الماضية التي انعقدت، وكان هناك كلام في البداية على أن هذه الجولة ستكون أطول، قال السفير الروسي ذلك يعني أنها قد تكون أطول. أيضا يعني كانت هناك مصادر أوروبية مشاركة في هذه الاجتماعات قالت لي بأن لا نعرف حتى بما إذا كانت ستكون هناك جولة مقبلة، بمعنى أنها قد تكون الجولة الأخيرة، وبأنه الأطراف هنا ستبقى لغاية الوصول للاتفاق. حتى الآن ليست هناك بوادر لإنهاء هذه الجولة، ما زالت المحادثات مستمرة، يعني وحتى اليوم يوم العيد الذي كان يعتقد البعض بأنه ستكون هناك إنهاء لهذه الجولة ثم عودة، ما زالت هذه المحادثات مستمرة. طب هل هذا دليل راغدة أنه من الممكن أن يتم هنا؟ هل هذا دليل يعني عقدها بهذا اليوم بالذات، يعني هل هو دليل الإصرار على إيجاد خرق معين للوصول إلى اتفاق قبل هذا التاريخ 21 من مايو؟ بالفعل إن الذين تحدث إليهم أيضا يشيرون إلى أنه لجان الأعمال والسياسيين يعني يلتقون حتى في أيام عطل الأسبوع، يعني أيام السبت والأحد. واليوم هو ليس عيد فقط يعني للمسلمين، هو عيد للمسيحيين هنا أيضا، والجميع يعني لم يأخذ حتى في هذا اليوم الذي هو عيد للجميع لم يأخذوا فترة راحة وهم مستمرون. والمشاركون في هذه الاجتماعات يقولون بأنه هذا يدل على أنه هناك شعور بالإلحاح لدى جميع المشاركين، وشعور بأنه يعني هناك حاجة للمضي قدما بأسرع وقت ممكن. يوم أمس كان هناك لقاء مهم جمع بين منسق هذه الاجتماعات أنريكي مورا، هو منسق يعني باسم الاتحاد الأوروبي، وبينه وبين رافائيل غروسي أمين عام المنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أطلع مورا في هذا الاجتماع أطلع غروسي على سير هذه المحادثات ومدى التقدم الذي تم إحرازه بها، لكي يعطي غروسي فكرة عما إذا كانت هناك حاجة له لأن يبدأ مفاوضات مع نظرائه الإيرانيين لتمديد مهلة يعني المحادثات التقنية. هي تنتهي يعني بعد أقل من أسبوع في 21، يعني هو يبعد يعني هو يوم الجمعة المقبل، يعني أقل من أسبوع من الآن أو بعد أسبوع من الآن. لذلك هناك استعدادات لتمديد هذه المهلة، ولكن أيضا يعني هناك إشارات ربما بأنه قد يتم التوصل لهذا الاتفاق قبل ذلك. نعلم بأن الوفد الإيراني مدد إقامته في فيينا لبضعة أيام إضافية، ولكن كان هناك كلام أيضا مهم لعرقجي يوم أمس قال فيه بأنه عمل المفتشين الدوليين أو التزام إيران بالبروتوكول الإضافي في يعني في اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا البروتوكول علقته إيران في فبراير الماضي، وهو يسمح للمفتشين بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة وأينما أرادوا في طهران. هو قال بأنه إعادة العمل بهذا البروتوكول الإضافي لن يحصل قبل إزالة كامل العقوبات والتأثير نعم. منها. ربما في هذا الكلام بعض التناقض أو ضغوط على الأوروبيين للتسريع في هذه العملية، لأنه كان قال قبل أيام بأنه مستعد لتمديد هذا الاتفاق مع الوكالة. شكرا. هناك من يقول هنا بأنه هذا ضغط على الأوروبيين لتسريع هذه المهمة. أشكرك على كل هذه المعلومات راغدة بهنام مفدة العربية، كنت معي من فيينا.
وفي مواجهة جديدة لأي احتمال لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران، حذرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من تعامل الشركات الأمريكية مع طهران أو مؤسسات إيرانية. وفي التفاصيل، نبه 15 نائبا من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الشركات الأمريكية من التعامل مع الكيانات الإيرانية حسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز. في الرسالة قال الموقعون أنه إذا تم رفع العقوبات الأمريكية عن إيران مؤقتا وقررت الشركات الدخول مرة أخرى إلى السوق الإيرانية، فلن يقتصر الأمر على التعامل مع نظام فاسد ومتقلب، بل ستستثمر في مشاريع محكوم عليها بالفشل. يذكر أن شركات عدة أمريكية وأوروبية كانت امتنعت خلال السنوات الماضية عن التعامل مع طهران خوفا من العقوبات الأمريكية. متابعة للموضوع، ينضم إلي من لندن المحلل الاقتصادي باباك إماميان. سيد باباك، أهلا بك معنا. ماذا يعني هذا التحذير من قبل الجمهوريين السابقين لموضوع أن يتم التعامل من أي شركة أمريكية مع النظام الإيراني في حال رفع العقوبات عنه؟ هناك اقتصادان في إيران. الاقتصاد الأول هو الطبيعي، الاقتصاد اليومي للسكان المواطنين، والاقتصاد الإيراني الآخر هو مفلس، لا يستطيعون طعام 85 مليون شخص، 50 مليون شخص لا يستطيعون شراء الرز ولا يستطيعون حتى شراء اللحم. هذا الاقتصاد في حالة إفلاس. الاقتصاد الآخر هو اقتصاد الحرب، هو اقتصاد حرب الوكالات أو الوكلاء، ويديره الحرس الثوري ويعمل بشكل جيد، لديه نشاطات إجرامية ويقوم بتجارة محظورة ويبثون الفوضى في كافة أرجاء المنطقة، وتوسعوا الآن للوصول إلى وسط آسيا. وعندما كانت روسيا تدعم إيران، فالسوفيت السابقين بدأوا يشتكون من نفوذ إيران. فما يقوله مجلس الشيوخ أنكم تتعاملون مع حكومة مجرمة، حكومة لا تعرف سوى الإجرام. طب سيد باباك، أيضا قالوا بأنه أي استثمار مع هذا النظام سيكون محكوم بالفشل، لماذا برأيك؟ هنالك سوء إدارة بالكامل من قبل النظام. فقد طوروا خبرات في حرب الوكلاء والتجارة المحظورة وإدارة الأسلحة وبث الفوضى، هذه خبرتهم، ولا يؤمنون بالشفافية. وإذا ما اطلعنا بشكل عام على أي اقتصاد، 2% من أي اقتصاد هي من الإجرام أو الأشياء المحظورة. الحرس الثوري، هذه 2% أصبحت 100%، فهم لا يؤمنون إلا بالنشاطات الإجرامية. باختصار يقولون بأن الشركات الأمريكية إذا تعاملت مع إيران فستتعامل مع المافيا، وإذا ما تعاملوا مع الجرمين فكيف تقولون بأنكم لن تنخرطون في نفس الأعمال؟ سيد باباك، إذا هذه الشركات تعاملت مع النظام الإيراني، إذا تم رفع العقوبات، كيف يمكن إقناعها بأن لا تتعامل؟ هل فقط تاريخ هذا النظام هو الرادع لهذه الشركات أن تتخوف منه، أم يجب أن يكون هناك أمور أخرى تقوم بها هذه المجموعة مثلا من الجمهوريين لإقناع الشركات الأمريكية بعدم التعامل معه؟ هذا السؤال يعتمد على أخلاقيات هذه الشركات، فالأمر لا يدور فقط حول الأرباح، هي مسألة أخلاقية. النظام الإيراني يريد أن يدمر كل دولة في المنطقة، وأين الجانب الأخلاقي في ذلك؟ هذه الشركات لا تعتقد بأن النظام الإيراني يبث الدمار والموت في المنطقة، ولا رغبة نسبية بكسب بعض الأموال منهم، وأنه لا بأس بذلك، فهي مسألة خاصة بالأخلاقية. وما يحصل حاليا فيما يخص المسؤولية المؤسسية لهذه الشركات، يجب أن يفكروا في هذه المسائل وأن لا ينخرطوا في النشاطات الإجرامية. شكرا لك المحلل الاقتصادي باباك إماميان، كنت معي من لندن. في نشرتنا نتابع بعد الفاصل، مسؤولون أمريكيون السابقون يطالبون بتأشيرات دخول أفغان عملوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. وأضاف بيان التحالف أن الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراعي الشعائر الدينية وأنها تنافي الأعراف الدولية. في شأن متصل، دعا مجلس الأمن الدولي بإجماع الدول الأعضاء فيه إلى وقف فوري للأعمال العدائية في اليمن خصوصا في مأرب. وخلال اجتماع شهري بشأن اليمن عقبته مشاورات مغلقة، قال مجلس الأمن إن وقف أطلاق النار والتفاهم السياسي وحدهما قادران على إنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في اليمن. كما أكد أعضاء المجلس 15 على دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، آملين أن يلتقي به الحوثيون قريبا بعد أن رفضوا استقباله. وهذا الرفض للقاء جريفيث جعل الولايات المتحدة تتهم الحوثيين بتفويت فرصة لإحراز تقدم في جهود السلام. إلى ذلك، استنكرت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العمل العدائي لميليشيا الحوثي بإطلاق 8 طائرات مسيرة مفخخة وثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وفق ما أعلنه تحالف دعم الشرعية. وأشاد الأمين العام للمنظمة دكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تصدت للمحاولة الفاشلة لميليشيات الحوثي الإرهابية لإفساد فرحة عيد الفطر على المواطنين والمقيمين في السعودية. يبدأ اليوم سريان مفعول وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان في أفغانستان لمناسبة عيد الفطر. إلى ذلك، حث مسؤولون أمريكيون سابقون وزيري الخارجية والدفاع على بذل مزيد من الجهد لتوفير تأشيرات دخول للأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة في أفغانستان قبل انسحاب القوات الأمريكية، وذلك بحسب رسائل اطلعت عليها رويترز. وذكرت الرسالة التي حملت توقيع نحو 100 مسؤول سابق أن أكثر من 18 ألف أفغاني من بينهم مترجمون سابقون بانتظار البت في طلبات حصولهم على التأشيرة. ينضم إلي من كابل أحمد بقات ومفهد العربية. أحمد، أهلا بك معنا، كل عام وأنت بخير. الأجواء في كابل اليوم في أول أيام العيد وخاصة بعد دخول هدنة وقف إطلاق النار من قبل طالبان حيز التنفيذ اليوم. نعم ميسون، كل عام وأنت والمشاهدين بكل خير. يعني الأجواء الآن تبدو هادئة بصورة واضحة، يمكن القول أن بالفعل هناك هدنة ووقف لإطلاق النار بدأ في أول أيام العيد. نزل المواطنون الأفغان وقاموا بأداء صلاة العيد في عدد من المساجد. التقينا بعضهم وتحدثنا معهم، يعني قالوا أنهم يأملون أن يكون وقف إطلاق النار هذا بداية لوقف إطلاق نار دائم وحقيقي ينهي المأساة التي يعيشها الشعب الأفغاني منذ عقود، خاصة وأنهم باتوا لا يأمنون على أنفسهم. يعني أحد المواطنين يقول أننا عندما نخرج إلى بيوتنا لا نضمن ألا أن نرجع مرة أخرى، لذلك نريد أن نعيش مثل بقية شعوب العالم وأن نحيا في سلام وأمان وأن تنخرط جميع القوى السياسية في عملية سلام وتنهي هذه الحرب. الرئيس الأفغاني أدى صلاة العيد مع بعض أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بالقصر الجمهوري، وتحدث بعد صلاة العيد في كلمة مطولة للشعب الأفغاني وقال أننا نريد السلام، وعلى طالبان أن تلتزم بهذا الأمر وأن يعني تسرع إلى المشاركة في المفاوضات، وإذا كانت طالبان تريد الانتخابات فسنجري الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لكن الخسائر التي تقدم بمليار دولار والتي تكبدها الشعب الأفغاني هذه المسؤول عنها هي طالبان، لذلك يجب عليها أن تتوقف من فورها عن الاغتيالات والقتال والإرهاب المستمر الذي يستهدف المدنيين وأن تشارك في العملية السياسية. بالنسبة للأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة، هناك مطالبات الآن بأن يتم إعطائهم تأشيرات دخول والعمل عليها. ماذا في التفاصيل بالنسبة لهؤلاء الذين يودون الرحيل مع القوات الأمريكية؟ نعم، كما تعرفين ميسون، هناك تخوف من رحيل القوات الأمريكية في 11 أو اكتمال رحيلها في 11 من سبتمبر المقبل، لأن هؤلاء تعاونوا مع القوات الأمريكية، وكما تعرفين هناك تخوف من عدم قدرة القوات الحكومية على صد هجمات طالبان، وإن كان ربما هذا التخوف محل شك، لكن هؤلاء في الفترة الماضية كانوا يريدون أيضا مغادرة أفغانستان، لكن إدارة ترامب لا يبدو أنها كانت تسمح لهم، لذلك هم يحاولون الآن مع الإدارة إدارة بايدن الجديدة في محاولة
الذهاب أو الهجرة وترك أفغانستان، خاصة وأن رحيل القوات الأمريكية ربما إذا حدث جديد في المعارك هنا ربما سيكونون هم أول المستهدفين من قبل حركة طالبان، خاصة أنها ترى أنهم يعني خائنون لبلدهم، يعني حتى أن الحرب التي تقوم بها والعمليات الإرهابية التي تقوم بها طالبان تقول أنها بسبب تواجد القوات الأمريكية، لذلك هم متعاونون معهم ويتخوفون بصورة كبيرة مما قد يحدث إذا غادرت القوات الأمريكية. طيب أحمد، هل الحكومة كاملة الأفغانية تقوم بتطمين أو بإعطاء تطمينات لهذه الفئة التي تعاونت مع الولايات المتحدة كمترجمين وغيرهم؟ الحكومة الأمريكية تقصدين أم الحكومة الأفغانية؟ لا، الحكومة الأفغانية. الحكومة الأفغانية تطمئن الشعب، تحاول طمأنة الشعب الأفغاني بصورة عامة، ليس فقط هؤلاء المتعاونين مع القوات الأمريكية، لكن يعني هذه التطمينات يعني محل شك. يعني كانت هناك معارك قريبة في منطقة ميدان ورداك ونرخ القريبة من كابول سيطر الطالبان عليها، وإن كانت هذه السيطرة يعني قد تحدث لفترة ومن ثم تستعيدها القوات الحكومية، لكن التطمينات التي تحاول أن تقوم بها الحكومة الأفغانية قد لا تصل إلى جميع الأفغان، وخاصة هؤلاء الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية، فكما ذكرت لك سيكونون المستهدفين الأوائل إذا ما حدث يعني وسيطرت طالبان على مناطق رئيسية تواجد فيها هؤلاء. شكرا لك من كابل أحمد بجاتو وفد العربية على كل هذه التفاصيل والمعلومات. مرة جديدة نتوقف مع فاصل لنتابع بعده. الرئيس الفنزويلي يعلن استعداده لمناقشات مع المعارضة بوساطة دولية. تشد قوات ضخمة على الحدود مع قطاع غزة ودعوات بريطانية للتراجع عن حافة الهاوية. على وقع تواصل المفاوضات في فيينا، جمهوريون يحذرون الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران. تدمير طائرات مسيرة بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، ودعوة أممية لوقف فوري للأعمال العدائية في اليمن. الدول العربية تحيي أول أيام عيد الفطر وسط إجراءات مشددة للحد من انتشار كورونا. أهلا بكم من جديد. خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 30 موقعا لصلاة العيد بالمسجد الحرام وساحاته، حيث أنها موزعة على توسيعة الملك عبدالله وساحاته وتوسيعة الملك فهد الأولى والسطح، الساحات الشرقية والغربية، وتم وضع الملصقات الخاصة بعملية التباعد الجسدي بجميع المصليات المهيئة مسبقا بواقع تباعد مترين بين كل مصل وآخر وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع المصليات للرجال والنساء. من مكة المكرمة ينضم إلى مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان، أهلا بك معنا. الأجواء لديك في أول أيام عيد الفطر، وخاصة أنه هذه السنة في ظل جائحة كورونا سمح للناس بالقدوم والصلاة. نعم، بداية صباح الخير عليك ولكافة مشاهدي قناة العربية، كل عام أنتم بخير يا رب. بالفعل أقيمت صباح اليوم صلاة العيد بعدما أقيمت العام الماضي صلاة العيد في المسجد الحرام، ولكن بشكل مختلف، إذا اقتصرت فقط على العاملي في بيت الله الحرام فقط، ولم يكن هنالك معتمرين أو حتى مصلين يؤدون صلاة العيد. اليوم أدوا صلاة العيد المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام والزوار، وذلك بعد استخراج تصاريح النظامية لأداء الصلوات أو حتى أداء العمرة في المسجد الحرام. تمت هذه العملية وفق إجراءات احترازية مشددة من خلال تخصيص 30 مصلى للرجال والنساء بالتوسعات الثلاث وداخل صحن المطاف، وبعملية تباعد جسدي بين كل مصلي والمصلي الآخر مسافة مترين، إذ تم قبل بدء صلاة العيد عمليات تعقيم لصحن المطاف وكافة أرجاء المسجد الحرام من خلال أجهزة تعقيم ذكية وقرابة 80,000 لتر تم استخدامها من المطهرات والمعقمات لتعقيم ساحات المسجد الحرام وكذلك جنبات المسجد. تمت سلطان، بالنسبة للقدرة الاستيعابية المسموح بها ما هي؟
نعم، القدرة الاستيعابية منذ بدء رمضان منذ بدء أول أيام رمضان حتى اليوم هي 150 ألف شخص في اليوم بين مصلين ومعتمرين، وذلك وفق الخطط التي تم وضعها مسبقا لضمان عملية التباعد الجسدي وكذلك تطبيق عمليات الإجراءات الاحترازية لضمان عمرة وبيئة سليمة وخالية من الأوبئة وحتى نقل الفيروسات. تمت عملية صلاة العيد اليوم وفق عمليات مدروسة من خلال دخول وخروج المصلين من بوابات محددة، وكذلك الصلوات في التوسعات ومن ثم المصليات الأخرى داخل صحن المطاف، مما ضمن عملية التباعد الجسدي بين المصلين أو حتى المعتمرين. أجواء اليوم كانت مختلفة، نعلم أنه الحرم المكي الصلاة العيد لديها يعني رغبة كبيرة من قبل أهالي مكة المكرمة أو أهالي منطقة مكة المكرمة بشكل عام، يقصدون بيت الله الحرام في كل موسم عيد لأداء صلاة العيد، لما يوجد هنالك يعني روحانيات كبيرة واحتفالات في المنطقة المركزية من خلال توزيع الأطعمة أو حتى المشروبات. هنالك من يقوم بقصد بيت الله الحرام في صلاة العيد برفقة العائلة والتقاط الصورة التذكارية وغير ذلك، ولكن اليوم تمت العملية ولله الحمد بكل يسر. نعم. وسلام، من خلال وجود فرق ميدانية من كافة القطاعات الأمنية وقطاعات الخدمية هنا في المسجد الحرام التأكد من عملية دخول وخروج المعتمرين ومؤدي صلاة العيد وفق الخطط المدروسة وكذلك في بيئة آمنة وخالية من الأوبئة. شكرا لك سلطان السلمي، كنت معي من مكة المكرمة. هذا ويتفاوت احتفال معظم الدول العربية بعيد الفطر طبقا لإجراءات كورونا المطبقة في كل بلد على حدة. بعض الدول العربية لجأت إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع التجمعات، وصلت إلى حظر تجول شامل وللحد من انتشار الفيروس خاصة مع تزايد الإصابات في الموجة الثالثة. نتعرف على ذلك مع شبكة مراسلينا، سأبدأ من القاهرة مع تامر نصرت مراسلة العربية من بيروت غنوة يتيم، وأيضا سنذهب إلى تونس من الممكن. على كل حال الآن مع تامر وغنوة سأكتفي بهما، ومن ثم إذا سمحت أو سمح الوقت بالذهاب إلى الدول العربية الأخرى أيضا سنكون مع زملائنا فيها. أولا كل عام وأنتم بخير. دائما في مصر شهر رمضان غير وأيضا عيد الفطر غير، صف لنا هذه الأجواء اليوم تامر في ظل جائحة كورونا للأسف. صباح الخير يا ميسون، صباح الخير يا غنوة، كل عام وأنتم بألف خير. هنا القاهرة أو مصر بصفة عامة يعني تختلف مظاهر العيد عن كل مرة. الحكومة المصرية تطبق نوع من الإغلاق المبكر للمحال التجارية، وفي العيد أيضا يتم إغلاق الحدائق العامة بصورة كاملة، وبالتالي ليست هناك أماكن للتنزه مثلما يحدث عادة، والحدائق سوف تقضي العيد خاوية بعد أن كنا اعتدنا على آلاف مؤلفة من المصريين يذهبون إلى هذه الحدائق، وخاصة أن الجو تحسن كثيرا عن أيام رمضان الماضية. عموما في هذا الصباح بدأ بصلاة العيد كالمعتاد، وكانت هناك مساجد معينة هي التي سمح لها فقط بأداء صلوات العيد، وهي المساجد التي يسمح فيها بصلوات الجماعة، صلاة يوم الجمعة على سبيل التحديد. وبالتالي هذه المساجد استقبلت روادها، كان هناك حرص كبير جدا من المصلين على ارتداء الكمامات، ولكن مسألة قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم اصطحاب الأطفال لم يعتد به الكثيرون، ورأينا أطفالا كثيرين في خلال صلاة العيد على سبيل المثال. هناك تواجد أمني كبير جدا في جميع أنحاء القاهرة والجيزة، وكان هناك نوع من فض التجمعات سريعا بعد الصلوات. كان هناك يعني حتى على كوبري قصر النيل وهو من الأماكن التنزه والكورنيش، وكذلك تكون هناك دوريات شرطة تقوم بالمرور وتمنع تواجد التجمعات. نعم. بشكل أو بآخر، ربما يعني واحدة من هذه الدوريات أعتقد أنها تقترب منا الآن لنفس هذا السبب. على كل حال تامر سأتركك قليلا لنرى مع غنوة الاحتفالات والأعراس.
تامر، دعنا نذهب الآن إلى غنوة لنطلع أيضا على أجواء العيد في بيروت. غنوة، طبعا الإصابات في بيروت إلى حد ما خفت في الأيام الماضية، ولكن أجواء العيد في ظل جائحة كورونا، هل ما زالت المحال والمطاعم مقفلة؟ وكيف تبدو أجواء العيد اليوم؟ ميسون، اولا كل عام وانت بخير، وايضا الزميل تامر وباقي الزملاء والمشاهدين. في بيروت رغم وفي لبنان رغم ارتفاع نسب الاصابات وعدد المصابين، الا ان الحكومه اللبنانيه اتخذت قرار الإغلاق العام ومنع التجول منذ بداية العام خلال الأعياد الدينية، كافة الأعياد الدينية سواء كان للمسيحيين أو للمسلمين، كي لا تتكرر التجربة التي حصلت العام الماضي عندما ارتفعت الأعداد بسبب التجمعات في المنازل. إذا نحن في إغلاق عام، سمح فقط لبعض المحال التي تتعلق بالأغذية، الحلويات، الصيدليات. معظم شوارع بيروت اليوم هي يعني شاهدنا عند جولتنا صباحا كانت هادئة. نحن الآن في طريق الجديدة التي عادة يعني تتميز بحركتها خلال أيام العيد. هناك طبعا كما ترين أمامنا هناك ازدحام أمام محل الحلويات، أحد محال الحلويات، ولكن مقارنة مع الأعياد السابقة بالطبع هذه الازدحام لا يشبه الازدحام السابق. هناك نسب من الالتزام يختلف بين منطقة وأخرى، ولكن كان هناك تشديدات من قبل وزارة الداخلية بأنه سيكون هناك إصدار مخالفات بحق المخالفين، وهذه حظر التجول هذا من المفترض أن يكون لمدة يومين، بدأ الخامسة صباح هذا اليوم على أن يستمر حتى يوم الغد الجمعة على أن تعود الحياة إلى طبيعتها يوم السبت. طبعا كان هناك بعض الاستثناءات خاصة لمن يريد مثلا الذهاب إلى المطار، خاصة بالنسبة إلى إقامة صلاة العيد صباحا كان هناك بعض الشروط من أجل فتح المساجد، إن كان عبر يعني تحديد عدد الموجودين داخل المساجد ب 30% من سعتها، وأيضا بالنسبة لموضوع يعني بالنسبة لموضوع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي. طبعا كورونا هو جزء من يعني من مصاعب العيد هذا العام في لبنان، ولكن لا ننسى الأزمة الاقتصادية التي صحيح. تستمر منذ أكثر من عامين، واليوم نحن دخلنا في ذروتها. كان هناك يعني شاهدنا يعني جزء من دخول الانهيار خلال الأيام الثلاثة الماضية على محطات البنزين، ولكن محطات الوقود اليوم كانت شبه خالية، ربما بسبب يعني موضوع العيد وخروج اللبنانيين من العاصمة إلى المناطق والقرى النائية. تامر، بالنسبة للمحافظات الأخرى غير القاهرة، الإجراءات والالتزام أيضا ما زال موجودا باختصار لو سمحت؟ بطبيعة الحال تختلف الأوضاع في من كل محافظة إلى أخرى بحسب التجديد الأمني فيها، وبحسب أيضا ما هو متاح لأهلها من تواجد أو من الأماكن التي يمكن التواجد فيها. وبالتالي إذا نظرنا إلى الحدائق، إلى المتنزهات، إلى الشواطئ أيضا مغلقة، وتحديدا الشواطئ العامة، ولكن هذا لا ينسحب مثلا على الشواطئ الخاصة، الشواطئ المملوكة للقرى، هذا لم يشمله قرار رئيس مجلس الوزراء. فحتى وجدنا أن هناك تزاحم على الطرق السريعة من قبل مالكي السيارات الخاصة، لأن الحافلات العامة لم يسمح لها بالتنقل أو لم يسمح بالرحلات الجماعية التي عادة ما كانت تذهب إلى مثل هذه المدن الساحلية على سبيل المثال أو غيرها. وبالتالي معظم هذه المدن صباح اليوم خالية. الالتزام من قبل المواطنين يعني كنت أتحدث عن أنه موجود بقوة داخل المساجد، ولكن خارجها حينما مثلا تجولنا في الشوارع الغالبية لا ترتدي الكمامة، بعكس من يذهبون إلى المساجد هم حريصون كل الحرص على ألا تكون هناك مثلا بسببهم يتم إغلاق المسجد على سبيل المثال، لأن وزارة الأوقاف كانت متشددة جدا في هذا الأمر خلال شهر رمضان، فلا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية إغلاق المسجد، فتجد الالتزام أكبر بكثير مما هو عليه الحال في الشوارع. شكرا لك تامر نصرت، كنت معي من القاهرة، وأشكرك أيضا غنوية تيم كنت معي من بيروت. وكما ذكرنا يتفاوت الاحتفال بعيد الفطر في معظم الدول العربية طبقا لإجراءات كورونا المطبقة في كل بلد. البحث عن ابتسامة غابت عنهم لسنين يستقبلون فيها العيد،
مهمة تولاها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أكثر من 2506 أسر من لاجئين وعوائل محتاجة استعدوا لاستقبال العيد بملابس جديدة ضمن مشروع كسوة العيد، وهكذا قضوا أجمل ساعاتهم في التسوق. هذا المشروع هو عبارة عن توزيع كوبونات على المستفيدين من الشرائح الثلاثة في الأردن، وهم الأسر العفيفة الأردنية وكذلك أشقائنا وإخواننا من اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين. قيمة المشروع 1,000,000 ريال سعودي. قسيمة شراء بقيمة $100 لكل عائلة وجدت فيها ما يخفف من ضيق الأحوال الاقتصادية من جهة، وقيمة معنوية تحمل الكثير من جهة أخرى. احنا منذ بداية رمضان وزعنا السلال الغذائية ونستكمله في كسوة العيد. طبعا قوائم المستفيدين أخذناها من تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الشؤون الفلسطينية وصندوق المعونة الوطنية. ومن عمان إلى الشمال، حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية زكاة الفطر على أكثر من 24,000 عائلة من المحتاجين واللاجئين. فرحة العيد بطعم جديد، هكذا تقاسمها اللاجئون مع غيرهم. فما هو حالهم في لبنان؟ وهل استقبلوا العيد بوجه سعيد؟ في لبنان لم يغب أيضاً مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن مشاركة اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين بفرحة الأعياد رغم صعوبة الأوضاع، فتم توزيع زكاة عيد الفطر وتم أيضاً تخصيص فعالية للأطفال. خلال شهر رمضان المبارك لم يهدأ فريق المركز من التنقل بين مختلف المناطق اللبنانية للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة، لكن الاستعداد لعيد الفطر كان له وقعه الخاص. اليوم تستكمل مشاريع الخير من مملكة الخير بكسوة عيد الفطر. المستفيدين 5,392 طفل من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية. يختار ونؤكد على اختيار الأطفال الأيتام. حرص المركز بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء على تأمين المواصلات للأطفال واصطحابهم إلى المحلات التجارية في المناطق اللبنانية كافة لاختيار كسوة العيد بأنفسهم. علي واحد منهم، فرحة ابن الأربعة أعوام كانت بوصوله إلى هذا المتجر، وبمساعدة البائعة تمكن من تنسيق ثياب وحذاء العيد. شو جيت تعمل هون اليوم علي؟ أشتري أواعي. أواعي لشو؟ يا العيد. يا العيد شو نقيت؟ نقيت قميص وواعي. بدأنا بالمشروع السنة اللي راحت، كانت على نفس هذه الآلية، ووجدنا أن لها أثر كبير على الأطفال، وفرحتهم ما توصف أنهم يجون يختارون بأنفسهم ملابسهم ملابس العيد، فقررنا أن نواصل على هذا المنوال. مركز الملك سلمان كان قد استقبل شهر رمضان بتوزيع السلال الغذائية، وبوداعه سيكمل رحلته الطويلة لمساندة العائلات المحتاجة. غنوة يتيم، العربية، بيروت. في المغرب يأتي العيد في سياق مختلف مع عودة الحياة إلى طبيعتها نهارا بعد أن عاش المغرب العيد العام الماضي دون أي أسواق ولا تحضيرات نتيجة جائحة كورونا. هنا في حي الرحمة في مدينة سلا المغربية يرافق سعيد طفليه في رحلة البحث عن حذاء جديد لتكتمل الفرحة بملابس عيد الفطر. سيرا على العادة، ممكن ناش غادي نخلفوا العادة ديال الآباء ديالنا والأجداد ديالنا، أنا نفرحوا هاد الوليدة زادوا ونشريوا لهم هذا، والأثمنة تقريبا ما تقول ما بين المتوسط. عيد مبارك سعيد والصحة والسلامة، والناس اللي ما عندهمش الله يخف من حالهم. شريت الملابس ديال العيد وشريت داكشي اللي كيخص العيد. عيد مبارك سعيد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. فرحانين بزاف بهذه المناسبة ديال عيد الفطر، ما كيجيش بزاف في العام، كيجي مرة في العام. شرينا بزاف د الحوايج اللي فرحونا. يحاول لحبيب أن يصل مع زملائه إلى تفاهمات وسطى مع حركة البيع والشراء في الأسواق بمناسبة عيد الفطر السعيد. السيمانة الأخرى ديال رمضان الأمور مزيانة الحمد لله، كاين الخير موجود الحمد لله، كاين السلعة، كاين كل شيء الحمد لله، كليان مزيان. أنا كسائر المواطنين تقضيت لنفسي
لان تنستعدوا للعيد وفرحانين به، وتقديت داكشي اللي قسم الله، وعندي البنيته خديت لها واحد الكسيوة، وما يمكنش شيء، العيد كاين وما نكسيوش شيء الوليدات. في أسواق عيد الفطر في المغرب عروض وتخفيضات ونداءات ترويج من الباعة، فيما يبحث المغاربة عن إدخال الفرحة إلى قلوب الصغار والكبار. عادل الزبيري، العربية، الرباط. موسم درامي كان بانتظار الجمهور العربي في رمضان، تنوع بين مسلسلات وطنية، اجتماعية، أكشن، مسلسلات كوميدية. تنافس هذا العام كبار النجوم مع الشباب، وشهدت صفحات مواقع التواصل تفاعلا كبيرا مع أحداث المسلسلات، اعتبرها الفنانون مؤشرا لنجاح أعمالهم. جليلة راحت قابلت عساف، قابلته وكانها بتكلفها. جليلة هي الوحيدة اللي حسيت معها ان عندي قلب. منافسة شرسة بين اكثر من 20 مسلسلا مصريا عرض على الشاشات العربية في رمضان. باقة متنوعة قدمها نجوم الشاشة وتفاعل معها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. من أبرز الأعمال التي تفاعل معها الجمهور كان مسلسل الاختيار 2 لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، والذي ينتمي للأعمال الوطنية، حيث تناول المسلسل حرب رجال الشرطة مع الإرهاب وسرد أحداثا مر بها المصريون في السنوات الأخيرة. ردود الأفعال إن الناس عاشت القصة تاني بس من وجهة نظر مختلفة. يعني إحنا كشعب عشنا اللي حصل في رابعة وعشنا اللي حصل في البلد في الفترات دي كلها، بس عمرنا ما عشناها من وجهة نظر بره، بص على الموضوع بتحاول تحمي ناس عايشة جواها. شارك في السباق الفنان محمد رمضان مع سمية الخشاب من خلال مسلسل موسى، ملحمة شعبية تدور أحداثها في الصعيد أثناء الاحتلال البريطاني في أربعينيات القرن الماضي. مختلف جدا، في سسبنس، وفي مواضيع اجتماعية كتير مهمة للناس، وفي مشاعر، وفي إنسانيات، وفي أكشن. يعني وجبة دسمة جدا في رمضان. ومن أبرز الأعمال الاجتماعية لهذا العام كان مسلسل الطاووس للفنان جمال سليمان، والذي دارت أحداثه حول فتاة تم الاعتداء عليها من قبل شباب أثرياء ولجوء محاميها للمحكمة. هو مسلسل بيتكلم عن قضية ساخنة كل الإعلام والصحافة بيتكلموا عنه، حتى الدارسين والأكاديميين بيتكلموا عنه، وهي ظاهرة التحرش والانفلات الذكوري اللي موجود في مجتمعاتنا، بحيث أنه في بعض الرجالة، يعني بعض الشباب، حاسين أنه هم يقدروا يتحرشوا بالنساء براحتهم ويعتدوا على الأعراض براحتهم، ودور السوشيال ميديا في ذلك. شارك في سباق هذا العام نجوم رمضان الذين ارتبط بهم المشاهد، ومنهم يسرى في حرب أهلية، نيلي كريم في ضد الكسر، ويحيى الفخراني في نجيب زاهي زركش، كما قدم النجمان أحمد السقا وأمير كرارة الدراما الصعيدية نسل الأغراب. النجمين كبار، أمير كرارة وأحمد السقا، يعني مخرج زي محمد سامي، نجمة زي مي عمر، نجمة كبيرة زي فردوس عبد الحميد، دياب، كاست كبير، و يعني الواحد لو عمل فيه مشهد مشهدين يعني يكون ليه الشرف يعني. ومن أكثر المسلسلات أيضاً التي تفاعل معها الجمهور كان مسلسل لعبة نيوتن، الذي عادت من خلاله منى زكي للشاشة بعد غياب عدة أعوام. تضارب المشاعر والأحاسيس بين العلاقات الإنسانية اللي بنشوفها، إزاي بتتكون وإزاي بتكبر وإزاي بتتهد في لحظة وإزاي بتتخنق وإزاي بتاخد روح تاني. استمتع المشاهد العربي بوجبة درامية دسمة هذا العام رغم مصاعب ظروف التصوير بسبب جائحة كورونا. سمر بشات، العربية، القاهرة. 8:05 هضمها.
صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه مستعد لإجراء مناقشات مع زعيم المعارضة خوان غوايدو بوساطة دولية. وكان غوايدو الذي يحظى باعتراف الكثير من الدول بينها الولايات المتحدة اقترح التفاوض مع السلطة لرفع العقوبات المفروضة على كاراكاس مقابل جدول زمني لانتخابات حرة ونزيهة. وكانت النرويج قد قامت بوساطة بين الحكومة والمعارضة خلال مفاوضات 2019 والتي توقفت بعد تشديد العقوبات الأمريكية. والآن إلى العناوين. الجيش الإسرائيلي يحشد قوات ضخمة على الحدود مع قطاع غزة ودعوات بريطانية للتراجع عن حافة الهاوية. على وقع تواصل المفاوضات في فيينا جمهوريون يحذرون الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران. تدمير طائرات مسيرة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية ودعوة أممية لوقف فوري للأعمال العدائية في اليمن. والدول العربية تحيي أول أيام عيد الفطر وسط إجراءات مشددة للحد من انتشار كورونا. دائما للمزيد من الأخبار وملفات أخرى العربية.net وخدماتنا الإخبارية على مواقع التواصل تويتر فيسبوك ويوتيوب. في أمان الله.